مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح نعمل شير رجالي، وبينفع نسائي بس تكون بألوان تانية مثل الوردي بنفسجي. كتير حلو وسهل وناعم. أول شي بنعمل سلسلة، قد ما كان العدد مش مشكلة، قد ما بتحبي انتي عرضه. إجمالا نحن إذا قسنا بالمتر تقريبا 15 سنتيمتر، كتير منيح لعرض الشال كان رجالي أو نسائي. أول شي باخد كم سلسلة، بعدين بعمل غرزة حشو من أول السلسلة لآخرها، هيدا بداية أول سطر غرزة حشو. هلأ لأشتغل بهاي، لأعتبر أنا مثلا هون مشيت أول سلسلة غرزة حشو، برتفع بسلسلة وبلف الخيط. أول قطبة باخدها، الغرزة هاي تعتمد على قطبة منزلقة وقطبة نص عمود بلفة. باخد الغرزة وبطلع منها، برجع بلف الخيط وبروح للغرزة الثانية وباخد نص عمود، برجع للغرزة اللي بعدها وبطلع بمنزلقة، بلف الخيط الغرزة اللي بعدها نص عمود، الغرزة اللي بعدها منزلقة، اللي بعدها نص عمود، وهكذا لآخر الدور، منزلقة ونص عمود، منزلقة ونص عمود. كتير سهل، وحتى اللي بتبدأ بالكروشيه وتعمله بتعتبر قطبة كتير سهلة وما لح تضيع فيها، لأنه غرزة المنزلقة والنص عمود كتير سهلين وأي حدا ممكن يتعلمهم بسهولة. منزلقة ونص عمود، منزلقة ونص عمود. دايما مهم انه ابدا بمنزلقة وانتهي منزلقة. طبعا الغرزة الاخيرة دايما صعبة، بدك تاخديها بالقوة. ومنزلقة. شوف القطبة شو حلوة، القطبة كيوت وقطبة هيك ناعمة وحلوة وسهلة كتير. خلص الدار قطع معينة، يعني الأبيض رح أدمج معاه أنا كحلي وأسود، وبفرجيكم مع الدمج كيف بيصير. خلص وبرجع لكم. عملت هالكمية المطلوبة، رح أعمل بعد دور لننبهكم على شي وبعدين ندمج اللون. الغرزة المنزلقة بتكون هوني، هوني بنفوت بغرزة منزلقة ونطلع. لما ناخد نص عمود بلفة ركزوا، ما بتاخدوا هاي معها، بتاخدوا هون غلط. اوكي، هاي ما بناخدها، بناخدها هون بالغرزة بس. بهاي، هاي بنتركها، هاي بنتركها، بنفوت وبناخد نص عمود، نرجع باللي جنبها الصغيرة هاي منزلقة، برجع بلف الخيط. بنتبه ما باخد هول مع بعض، لا هول لا، باخد بس الغرزتين خطين. شوفوا كيف، بس خطين. لو شفتيهم ثلاثة أو أربعة معناته في شي غلط. تمام، ناخده ونطلع، نرجع لجنبها منزلقة، نرجع نص عمود اللي جنبها منزلقة، نرجع نص عمود. شفت وين بفوت؟ ما باخد هول اثنين معها، ما تلخبطوا، بس بالسنسلة اللي فوق وبطلع نص عمود. برجع دايما المنزلقة شوفوا صغيرة، تمام ليكو صغيرة، هون بفوت بمنزلقة وبطلع النص عمود، تبقى قطبتها أكبر. شفتوا؟ بدخل بنص عمود. هلا منزلقة، ما تضيعوا تنسوها، مش مبين تقولوا هاي نص عمود. شفتوا المنزلقة ما بتبين منيح، هون بدي أخذ منزلقة. تمام، بفوت بالخطبة وبطلع منزلقة، بلف الخيط وبطلع بالكبيرة نص عمود، برجع باخد منزلقة.
عملت معكم الدور هذا كله علشان ما تلخبطوا، لانه اذا ما في تركيز رح تلخبطوا وما حتطلع معكم الصوره واضحه. هلا باخر دور هون بطلع وما بسحب الابره، بجيب اللون الثاني. بدخل اللون الثاني هيك وبسحبه وباخد الغرزة اللي بنطلع فيها الدور، بنشد الخيط الأبيض وبنربط. تمام، نسيت وين حطيت المقص. طيب نطلع هلا، قلنا طلعنا بغرزة صح، بنلف الخيط القطبي. أول غرزة هون منزلقة وبشتغل عادي، هاي منزلقة، بلف الخيط وبطلع. انتبهوا ما بنطلع بالاثنين، لك بتبين كأنه اثنين، في هاي وفي هاي، ما بناخدها نحن من هون، لا بنترك هاي وبناخد الثانية. اوكي، بطلع بنص عمود لأنه هاي تشكيلة القطبي بتلخبط شوي. هايدي منزلقة وهاي نص عمود وهاي منزلقة وهادي نص عمود وهيدا منزلقة واللي بعدها نص عمود، وبطلع لآخر الدور بشتغل كمية قد ما بدي. خلصوا برجع لكم. رجعت لكم بعد ما خلصت اللون الازرق كله. هلا بدنا ندخل الاسود مثل ما قلنا قبل ما انهي انا هون. قبل ما انهي بدخل باخذ القطبي، بدل ما اطلع بالازرق باخذ الاسود وبدخل وبسحبه وبطلع بسلسلة وبربط الخيط. وبنقص الكحلة مثل ما قلنا، نقصه طويل شوي علشان نقدر ندخل الغرز بالتنظيف. وبطلع هلا ببدأ بغرزة منزلقة وبلف الخيط وباخد باللي بعدها نص عمود. نرجع غرزة منزلقة ونص عمود، ومثل ما قلت لكم الغرزة الثانية شوفوا شو بتبقى صغيرة مش واضحة، تقوموا ما تقشعوها وتعدوا عليها، لا بدخل غرزة منزلقة وبدخل هون بنص عمود ما انساها. برجع منزلقة ونص عمود وهيك لآخر الدور. كمل الأسود وبرجع لكم. مرحبا، رجعت لكم بعد ما خلصتوا للشين. بعد ما بديت بالأسود قلت لكم أخذت قطعة صودا كبيرة، رجعت بديت بالكحلة مثل ما تلخصنا من هون، عملته بالكحلة ورجعت أخذته بالأبيض وعملت له داير من دار زينة بس باللون الرمادي. هذه اسمها غرزة حشو بالعكس، ناخدها عكسية بعدين بعملكم عليها درس إن شاء الله، بعلمكم كيف نعملها. وبهيك بكون خلص الشال، بتمنى أنه يعجبكم، وأي كومنت أي سؤال ممكن تكتبوا لي بالكومنت. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.